يا مساء الخير، اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين في كل مكان. هنرحب بيكم النهارده مع حلقه جديده من جه وقتك، وموضوع حقيقي شد ناس كتير قوي. يعني شفت تعليقات جت على البوست اللي اتحط على الفيس، يعني ناس بتسال ايه تقصدوا بيها العنوان بتاع النهارده ده، يعني ارواح اخرى. فيعني انا شايف النهارده يكون موضوع شيق جدا. انا عايزكم بس تكونوا معانا الوقت اللي جاي ده، ولو عندكم طلبات صلاة طبعا كل مرة بنرحب بيها، وتليفوناتكم بنرحب بيها. بس خلينا نرحب بضيوفنا كمان معانا، جناب القسيس عاطف فؤاد. اهلا وسهلا بيك يا جناب القسيس. اهلا بيك يا ابونا، منور مكان جناب القسيس عاطف. ليه يعني مسحة خاصة، واعتقد كلكم هتحسوا بيها في اثناء الحلقه. كمان معانا مرنمنا اللي تعودنا عليه وبنحبه كلنا، الاخ عبد الفادي. اهلا وسهلا بيك يا اخ عبد الفادي. اهلا وسهلا بحضرتك، منور مكان. ربنا يخليك. انتوا منورين مكان النهارده، واحنا هنتبارك. اكيد هنتبارك، عارفين يعني ايه هنتبارك، مش كده؟ ولا اقول لكم يعني هنتبارك؟ يعني هناخد حاجه من ايد ربنا. نعم. يعني هيدينا حاجه تدينا سلام، تصور حتى لو ما حلش المشكله في الحلقة دي برضه هيديك سلام، حاجة كده جميلة هتحصل معانا كلنا. أعزائي المشاهدين الكرام، مع أرواح أخرى هنعرف شوية تفاصيل عنها النهاردة، وإيه الأرواح الأخرى. وهناخد بس إيه ربع ساعة يا أبونا في الأول كده، نحكي وندردش في الفصل الكتابي ده، مهم مش كده برضه؟ وبعد كده نستقبل تليفوناتكم، بس زي ما تعودنا ندخل بترنيمة يعني جميلة كده للحلقة، ونسبح مع بعضينا. أنا بنبسط قوي نبقى في جو واحد كده، يعني بيسموه كده بالإنجليزي هارموني، يعني يبقى جو كده في انسجام روحي. أمين. عشان نتبارك ونتعزى، ويشيل الرب الضعف مننا النهاردة، ويدينا قوة نعرف نواجه كل التحديات اللي قدامنا. أنا عايزك تصدق إن في بركة جاية على حياتك النهاردة. لا بجد، أنا مش بس بشجعك، لكن ده كلام فعلا أنت هتلمسه. اتشجع وكمل حلقة معانا، وانتظر للآخر كده وأنت تلمس حضور الله في حياتك وفي المكان اللي أنت فيه. يلا نسمع ترنيمة كده مع عبد الفادي، وندخل نتكلم عن أرواح أخرى. حط علي ايديك، باركني كما تريد. حط علي ايديك، باركني كما تريد. اصنع معي امر جديد، انقص انا وانت تزيد. اصنع معي أمر جديد، أنقص أنا وأنت تزيد. مش هحبك بصلواتي ولا أفكاري وقدراتي، مش هحبك بصلواتي ولا أفكاري وقدراتي. تقدر تثمر في حياتي وادي إيديا في إيديك. حط علي إيديك، باركني كما تريد. حط علي إيديك، باركني كما تريد.
اصنع معي امر جديد، انقص انا وانت تزيد. مش هبص على اللي فات، على الضعف والزلات. مش هبص على اللي فات، على الضعف والزلات. انت اله التعويضات، ما في عندك مستحيل. حط علي ايديك، باركني كما تريد. حط علي ايديك، باركني كما تريد. اصنع معي امر جديد، انقص انا وانت تزيد. اكسر فيا كل زاد، وصحي فيا اللي مات. اكسر فيا كل زاد، وصحي فيا اللي مات. واطبع صورتك في حياتي، شكل فيا وبالروح فيد. حط علي ايديك، باركني كما تريد. حط علي ايديك يا سيدي، باركني كما تريد. اصنع معي امر جديد، انقص انا وانت تزيد. اشعل فيا شوق سماوي، ارسم بيا رؤاوي اماني. اشعل فيا شوق سماوي، ارسم بيا رؤاوي اماني. جوا مشيئتك اقولك ناوي، افني عمري وانا برضيك. حط عليا ايديك، باركني كما تريد. حط عليا ايديك، باركني كما تريد. اصنع معي امر جديد، انقص انا وانت تزيد. هللويا. ايوه، انقص انا وهو يزيد وانت تزيد. طيب اديني كده توضيح بسيط من كلمه الله، ايه المقصود لما بنقول ارواح اخرى يعني؟ طب انا هقرا بس كده الشاهد اللي موجود في سفر العدد واصحاح 14، حارة عدد عددين ثلاثة من عدد 22. إن جميع الرجال الذين رأوا مجدي وآياتي التي عملتها في مصر وفي البرية وجربوني الآن 10 مرات ولم يسمعوا لقولي، لن يروا الأرض التي حلفت لآبائهم، وجميع الذين أهانوني لا يرونها. وأما عبدي كالب فمن أجل أنه كانت معه روح أخرى وقد اتبعني تماما، أدخله إلى الأرض التي ذهب إليها وذرعه يرثها. عبدي كالب كانت معه روح أخرى. دي اللي احنا نتكلم على روح أخرى. روح تانية. الروح دي أنا يعني عشان ندرك الفكرة، الرب في يوم من الأيام قال لموسى، يا موسى أنا عايزك تبعت رجال يتجسسوا الارض كنعان، انا هديها لكم. اللي هم كانوا موجودين في البريه يعني، سايقين وكده موجودين في البريه. قال له انا عايزكم تروحوا كنعان، وانا عايز تبعت رجال يتجسسوا الارض. موسى اختار 12 واحد، من ضمنهم كالب ويشوع بن نون. وقال لهم انا عايزكم تروحوا تتجسسوا الارض وتشوفوها، عايز الارض تشوفوها، يا ترى الارض جيده بتطلع ثمر كويس ولا لا، قويه ولا ضعيفه.
والرجالة الناس اللي فيها أقوياء ولا جسمهم هزيل وضعفاء؟ والبيوت اللي فيها والمكان اللي في البلد اللي فيها القصور، هل عايشين في الناس دي عايشة في قصور ولا عايشين في خيام؟ يعني شوفوا لي البلد من كل ناحية. راحوا قعدوا هناك 40 يوم في الفترة دي، كانوا بيكتشفوا. أقاموا 40 يوم في البلد دي، أقاموا 40 يوم في المكان ده. في الفترة دي هم كانوا بيكتشفوا الأرض، لكن شافوا حاجة غريبة قوي. أي شيء الغريب؟ إن البلد قوية جدا، الرجالة بتاعتها أقوياء طوال وعراض، حاجة كبيرة قوية جدا، والأرض بتاعتهم أرض خصبة للغاية، لدرجة إن لما حبوا يرجعوا حب ياخدوا غصن عنب. الغصن العنب واحد ما قدرش يشيله، شالوه اتنين. حب ياخدوه معاهم؟ ياخدوه معاهم. شالوه اتنين غصن العنب. ياه. فلما راحوا وادوا التقرير ال 12 10 منهم اختلفوا. ايه حكايه البلد؟ ايه الاخبار؟ شفتوا في ايه؟ قال عم شفنا اللي شفناه، البلد دول ناس قواي وابطال اقوياء طوال وعراض. عارف احنا صرنا في عينيهم ايه يا عم موسى؟ صرنا في عينيهم كالجراد، ده لو رحنا هياكلونا. ما نقدرش بصراحه، ما نقدرش على الموضوع ده. فالعشرة قالوا ما نقدرش عليها. 10 قالوا مره واحده ما نقدرش. ده اكتر من النص. ده يبقى فاضلين اتنين. بالظبط كده. لكن كالب اللي بنتكلم عنه، اللي امتلك الروح دي، كالب قال لا، احنا نصعد ونمتلكها لاننا قادرون على امتلاكها. انا مش هبص بعناية دي، لكن انا ليا اتجاه تاني. يمكن انتوا بصيتوا على الامر الواقع، العشرة دول ما نلومهمش على فكرة، لانهم بصوا على الامر الواقع. احنا دي حقيقتنا وهم دول حقيقتهم طول وعراض. لكن واحد تاني اللي كالب ده، يشوع وكالب، كان عندهم روح تانية. هذه الروح مختلفة عن العشرة دول، مختلفة خالص. دول شافوا الأمور سلبية، ما نقدرش ما نقدرش ما نقدرش، وده غلط على فكرة في حيات كتيرة. احنا ما نقدرش ما نقدرش ما نقدرش. لكن كالب لا، نحن عارف قال حاجة تانية، ده هم خبزونا. ده احنا مش بس كده هننتصر، ده احنا انتصار عظيم ورائع. وانا عايز اقول اللي معاه ربنا واللي بيتكل على ربنا واللي واخد الرب سنده واللي واخد الرب نصيبه، مش هيبص بالعين البشريه بقدر ما يبص للعين الالهيه ونظره الرب ليه وقوه الله. ما عايزينك تبقى تستفيد كده، يعني تدينا بشيء من التوضيح. انت قلت لي عباره جميله جدا، انا عايز معلش يعني نزيدها توضيحا. يعني قلت لي كده عباره، قلت لي ده الواقع، العشرة دول جابوا الواقع، الواقع بيقول انها صعبه، ده حضرتك اللي قلت الكلام ده. اما يشوع ابن نون وكالب دول ما كانوش الواقع، دول كانوا فوق الواقع. مش يعني ده لم تلكوا روح اسمها روح الايمان، اللي هم دول اللي كالب ده ويشوع امتلكوا روح الايمان. احنا مرات بنمتلك نظره بشريه، الواقع بيقول ايه، لكن انا عندي الهي فوق الواقع، لما يقول يقدر ينفذ. لا لا، لست تعلم انت الان ما اصنع، لكن ستفهم فيما بعد. انت شايف الامور مقفوله، لكن في امور تانية انا امتلكت روح غير عاديه، انا امتلكت روح قويه جدا. طب دي اشمعنى يعني ال 12 اللي بعتهم موسى؟ اكيد دول ناس كانوا يعني اختاروا موسى صح، يعني ما ده كان شعب غفير يعني، صح كده؟ صح. ده 600,000 غير الاطفال وغير وغير، يعني فجاب منهم دول ال 12، دول 12 ده كانوا متنقين يعني، فيطلع منهم 10 ما فيش روح الايمان. انت فاهم قصدي؟ يعني هو يمتلكوا العيال. الواقع. احنا الواقع اللي احنا فيه كده،
بيقول ما نقدرش. يعني في أساس عاطف، خليني برضو هسألها لك بأكثر توضيح. يعني ينفع يكون مؤمن، دول ال 12 دولة دول كانوا أكيد الأبطال، فينفع يكون مؤمن وحلو بيصلي بيروح الكنيسة بيقرأ كتاب مقدس لكن عايش في الواقع؟ في الواقع ممكن؟ وده أنا بسأل، ممكن ده يحصل؟ ممكن، وده يمتلك الأرواح اللي احنا عايزين نتكلم فيها دي، الأرواح دي بقى. إيه هي الروح الأخرى اللي هم امتلكوها؟ اللي هم مع العشرة. الاثنين دول اللي امتلكوا كالب دي روح مختلفة. هي دي روح أخرى. اسمها روح الإيمان، زي ما قال في كولوس الثانية 4:13 يقول لنا هذه الكلمة، فإذ لنا روح الإيمان، نحن نمتلك روح الإيمان، الروح الإيجابية. الروح الإيمان ده روح الإيجابية. عايز أمتلك، بس قبل ما أوصل عن الروح الإيجابية نفسي أتكلم شوية عن الروح السلبية، الأرواح السلبية اللي كانت مع العشرة، اللي كانت مع العشرة، كانت مع العشرة وموجودة حاليا مع كتير من الناس. يعني لغاية دلوقتي موجودة، موجودة حاليا مع كتير من الناس. ما تقولها لي كده، ايه دي عشان يعني اكتب وراك بس. يعني في روح اسمها، انا بسميها روح انزعاج. روحه في انزعاج، ودي لقاها مثلا ايه في دانيال اصحاح 2. دانيال اصحاح 2 يقول الكتاب عن نبوخذ نصر، حلم نبوخذ نصر حلم يقول الكتاب، فانزعجت روحه فيه وطار عنه نومه. تخيل ملك يحلم حلم يقوم يطير منه النوم وينزعج. انا بسميها روح انزعاج، روح انزعاج. وعلى فكره كتير من المؤمنين بتوصل ليهم الروح دي. مثلا حد من الناس، اخت ولا اخ، راجل ولا ست، حلم ان في، انا بدي مثلا ان في حاجه كده لونها اسود طلعت على العيال ودخلت على العيال واتنططت كده وجريت. انا قمت مرعوب من الحلم ده وقلت النهارده ده العيال هتروح المدارس ولا الواد ولا الراجل هيروح الشغل، ورحت قافله الباب بمفتاح. وطول النهار ابليس سلب مني سلامي، وسلب مني فرحي، وسلب مني ثقتي وقوتي، وعيشني في روح الانزعاج، خلاني النهار كله منزعج والنهار كله مرعوب. يا رب استر، يا رب اعدي اليوم بخير، يا رب استر، يا رب اعديها بخير النهارده. انا مش عارف الحلم ده، الحلم انا مرات كتير احلامي تتحقق على فكره، ربنا يستر ومش عارف، لا اليوم راح مني وضاع مني وسلب مني، وقدر ابليس يوصلني لروح اسمها روح الانزعاج، ومفيش حاجه زي كده خالص. انا عايز اقول حاجه، عايز اقول اللي وصل للروح دي، ابليس خد منك سلامك وخد منك فرحك وخد منك امانك وخد منك ثقتك في ربنا، واليوم كله قعدت مرعوب وخايف على الولاد، الواد لو اتحركوا ايه فين، الواد البنت لو اتحركت فين، الكبير لو اتحرك ما تطلعش بره النهارده، خلينا النهارده في البيت، ربنا يستر علينا النهارده، عيشني مرعوب. انا عايز اقول كلمه، بيتك واولادك وحياتك وعشرتك في ايد اله عظيم. في ايد اله يقدر يحميك مش تحت تاثير حلم رعبك، في ولي اسمه الحي. اما انا فقد علمت ان وليي حي، وعطاني مواعيد الهيه عظيمه، من يمسك يمس في حدقه عينه. صرت عزيزا مكرما في عيني وانا قد احببتك. انا عايزك بس يا مؤمن يلي ابليس رعبك بالكلام ده وشال عنك السلام والامان وحطك في روح حزن وروح ارتباك وروح انزعاج، انا عايز اقول لك النهارده اتمتع بسلام الله. امين. وما تديش ابليس فكر في حياتك. انت تحت الحمايه الالهيه. انت تحت الحراسه الالهيه، انت وبيتك واولادك وعيالك وكل ما تملكي تحت حراسه يسوع المسيح. امين. انا مش معرض لحلم يرعبني
ولا معرض يشيل مني سلامي، لا، أنا سلامي مع يسوع. هللويا. وإن أنا أثق في يسوع المسيح إنه يستطيع كل شيء، أنا تحت حمايته. في يوم من الأيام لما يجي الغضب قال لي هذه الكلمات: تعال يا ابني، تعال احتمي نحو الحيظة حتى يعبر الغضب. اللي اشتراني بدمه ما يفرطش فيا. مجد أنا الرب. مستور في دم يسوع. تعبير جميل قوي، اللي اشتراني بدمه ما يفرطش فيا. أنا غالي عليه. هي بسيطة بس حلوة جدا. أعزائي المشاهدين الكرام، طيب ناخد بعض التليفونات. هي التليفونات بدأت يا أسيس، فإحنا ألو ألو. القسيس عيد. الو، مساء النور، اتفضل. يا مساء عليك يا قسيس امير، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا قسيس، اتفضل. نشكر رب. اسلم على جناب الرئيس القسيس عاطف فؤاد، يا ربنا بقى جناب الرئيس. ازيك يا قسيس عيد، ازيك؟ والاخ عصادي المرنم الجميل كان عندنا من اسبوعين، حد رائع، ربنا يباركه. مجدا الرب. اتفضل يا ابونا، اتفضل. ربنا يباركك يا جناب الرئيس، ربنا يباركك يا ابونا، منور الشاشه حبيبي. تعيش، ربي يباركك اخويا، اتفضل. حلقه جميله جدا عن روح اخرى. انا احب جو الروح الايجابيه يا ابونا، اللي هي دايما شايفه وعود الرب وكماليات الرب في المؤمنين، شايفه النظره البعيده. ودي اللي كانت في كالب ويشوع ابن نون لما شاف وعود الرب اكثر من الوضع والظروف. نعم. مرات كتير نشوف الطبيعي اللي حوالينا، الواقع، الظروف الصعبة، لكن ربنا يرفع علينا النهاردة على المستقبل، على الإيجابيات. أيوة. يرفع علينا. أيوة. على 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 وعود الرب بيتكلم بيها الحياة يا أبونا، إن ما نبصش على الواقع، دايما الواقع بيفشلنا، بيحبطنا. نعم. أيوة. بيعملنا ضغط نفسي، دايما الواقع بيخلينا نبص لتحت، لكن زي ما قال الكتاب ناظرين الى رئيس الايمان وكل الوعود اللي الرب اتكلم بيها على حياتنا. انا مصدق يا ابونا ان في كل وعد وقت متميز، زي ما قال كتاب في مزمور 105: الى وقت ما جه كلمته وارسل الملك محله. لكل امر زمان. فانا بشجع كل احبائي المؤمنين ما يبصوش على الواقع، الواقع مؤلم جدا، لكن يبصوا على وعود الرب، كلام الرب في حياتنا الوقت اللي جاي. امين امين. شكرا ليك يا اسيس والمداخله، ربنا يباركك. الو، ناخد تليفون تاني. طيب خلينا نكمل كده. طيب قبل ما تكمل حضرتك، اشتاق نسمع ترنيمه كده العام الفائت ونرجع نكمل تاني. واحنا بنتكلم عن روح الانزعاج. يا الله، مش عايز روح الانزعاج دي، مش عايز روح الانزعاج. وفي ناس بتتفرج علينا مليانه بروح الانزعاج. أكلمك على روح تانيه بس بعد ما نسمع. يعني انا انبسطت قوي قبل ما الاخ عفادي يبدا ينغم كده ويحضرنا الترنيمه. انا انبسطت قوي انت حضرتك بتقول ان روح الانزعاج ممكن تيجي من حلم. حلم عادي زي نبوخذ نصر. عادي جدا رعبني. حلم يرعبني اقوم تاني يومي باظ. خالص. وراحت حياتي الروحيه. وانزعجت. وضعفت ومنزعج. عزيزي المشاهدين الكرام، اتمنى ان الرب يشيل روح الانزعاج من جوانا كلنا. امين. تقولوا امين معايا؟ أمين. بجد صدقوني اتمنى. مليانين بروح انزعاج كتير قوي بيتفرجوا علينا. رب بنعمته كده ينزع هذه الروح ويبدل هذه الروح بروح سلام. امين امين. مجدا للرب. قلبك كله حب وطيبه. ايوه يا رب. ومعاملاتك ليا عجيبة. أيوة يا سيدي. قلبك كله حب وطيبة، ومعاملاتك ليا عجيبة، مش شباب حتى للشيبة، مش شباب حتى للشيبة، شايلني بإيديه، مش بهون ولا مرة عليك، قلت لي نعمتي هتكفيك، مش بهون ولا مرة عليك،
قلت لي نعمتي هتكفي أضعف ترفع أصرخ تسمع أضعف ترفع أصرخ تسمع أصلاً غالي عليك أصلاً غالي عليك اتكالي عليك يا سيد اتكالي عليك انت بترفع وانت تأيد اللي بيلجأوا ليك اتكالي عليك يا سيد اتكالي عليك انت بترفع وانت تأيد اللي بيلجأوا ليك قلبك كله حب وطيبة ومعاملاتك لي عجيبة قلبك كله حب وطيبة ومعاملاتك لي عجيبة مش شباب حتى للشيبة مش شباب حتى للشيبة شايلني بإيديك اتكال عليك يا سيد اتكال عليك انت بترفع وانت تأيد اللي بيلجأوا ليك اتكال عليك يا سيد اتكال عليك انت بترفع وانت تأيد اللي بيلجأوا ليك مش بهون ولا مر عليك قلت لي نعمتي هتكفيك مش بهون ولا مر عليك قلت لي نعمتي هتكفيك أضعف ترفع أصرخ تسمع أضعف ترفع أصرخ تسمع أصل أنا غالي عليك اتكالي عليك يا سيد اتكالي عليك انت بترفع وانت تأيد اللي بيلجأوا ليك اتكالي عليك يا سيد اتكالي عليك انت بترفع وانت تأيد اللي بيلجأوا ليك مشغول بيا وعايل همي على اسمك يا يسوع متسمي مشغول بيا وعايل همي على اسمك يا يسوع متسمي ليك راح ارنم وافتح فمي ليك راح ارنم وافتح فمي بذبايح ترضيك اتكال عليك يا سيد اتكال عليك انت بترفع وانت تأيد اللي بيلجأوا ليك اتكال عليك يا سيد اتكال عليك انت بترفع وانت تأيد اللي بيلجأوا ليك مجدا للرب انت بترفع وانت بتأيد اللي بيلجأوا ليك طب ناخد تليفون كده الو ايوه على اخو وديع اتفضل مساء الخير يا اخو وديع اتفضل يا ابونا اشكر ربنا وازيك يا سيف عاطف عامل ايه؟ اشكر الرب يا اخويا اشكر الرب يا اخو وديع اهلا وسهلا بيك وديع وديع من يا اقول له بكلمك ايوه اهلا وسهلا بيك حبيبي الغالي كالب ابن يا فندق القرصي اخو حسن وراء
يتم الاستيلاء على ارض فرعون. فهو واحد من الاثنين اللي بيجوا امنا بيهوى وبيجوا امنا عكس الجماعه وروح اخر، يعني الروح المطابقه لفكر الله. نعم. استراتيجيه تنميه، استراتيجيه فكر، استراتيجيه هي نوع من مقياس فكر الله السماوي. الله عايز مننا ايه؟ فبطلب الرب هم عملوه. اما يشوع فبالاصل العبري يهوى خلاص، لكن لابد ان يكون يعطى الله بالخلاص وندخل الارض ونقتحمها مهما كان. وكانت لما دخل ارض كنعان كان عمره 85 سنه لما تم الاستواء على ارض كنعان، وكان نصيبه مدينه حطون في سبت يشوع 14. طارت منها العناقيين اللي كانوا بيقيموا فيها، واشترت بالاستيلاء على البلاد المجاوره حتى قريه سفر وقريه تبير. نعم. وحتى كان عظيما مطلوب يا ابونا من كل مؤمن في هذه الايام ان يتحول الى خالد السفنه ويتحول الى يشوع السنون ونكون قدام حضرتك. ربنا يباركك، ربنا يباركك، يباركك رب يا اخو وديع. يعني فعلا رسالتك وصلت، والله يعطينا الروح الايجابيه. امين. ايوه اخ ابراهيم اتفضل. مساء الخير يا ابونا. مساء الخير يا اخ ابراهيم اتفضل. الله يباركك. نشكر ربنا. الرب يبارك يباركك انت وضيفيك الاعزاء الكرام. الله يخليك، يباركك الرب. ما أجمل هذا العنوان، أرواح أخرى. أيوه. ده اللي بيعطينا الثقة والأرواح الأخرى اللي بترفعنا فوق كل مضايقات عالمية. أيوه. وحربات سيطرتية. أرواح أخرى دي اللي بتعزينا وبتخلي لينا السند والشبع والأهواء. وده اللي خلى دانيال كان عايز بالأرواح الأخرى، أرواح معزية مشجعة. أيوه. صار الحلم لنبوخذ نصر لما قال له حلمت حلم ان شجره كبيره وفرحها انتشرت و وفصل له الحلم وقال له انت ايها الملك كبرت والرب عظمك ولم تحفظ احسانات الرب، فالرب هيذلك ويجعلك كالحيوان وتاكل العشب 7 سنين مثل الثيران. ودي الاخرى اللي كانت مع دانيال لما ترمى بجب الاسود، وكانت الاسود جوعانه، تهيئ لي كده لو انا هناك وهقول للاسود يا اسود زي ما تاكل دانيال، دانيال ده مش من البشر، الاسود هتفرد عليا تقول لي لا اصل دانيال ده معاه روح اخرى. هللويا. امين. وهي اللي بتسنده، وهو ده اللي خلى يقول للملك عش الى الابد ايها الملك، لأن إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود فلا تضرني بشيء، وذلك لأن حسنته بريئا أمام إلهي وأمامك أيها الملك. والرب يبارككم. شكرا يا أخ إبراهيم، ربنا يبارك حضرتك. حقيقي يعني كلها تليفونات مشجعة، يعني كلها بتتكلم عن يعني زي ما قالك دلوقتي دانيال كان معاه روح أخرى خليته يقدر حسب قصد الله. حسب قصد الله. طيب نرجع للحديث تاني يا اسيس. بنتكلم عن الروح. انا بتكلم الروح الانزعاج. روح الانزعاج. لكن في روح تانية يعني عايزه مشغوله اتكلم فيها قوي، اللي هي في دانيال في قصدي في ايوب واصحاح 17 وعدد 1. ايوه. ايوب نفسه ده يمكن الروح الانزعاج كان بسبب حلم، لكن ده يمكن بسبب شويه الم اجتازه ايوب، فقال روحي تلفت ايامي انطفأت انما القبور لي. واحد خلاص معنى كلمه حاجه تلفت، روحي تلفت ايامي انطفأت. يقصد بيها ايه يعني؟ يعني انا ما انفعش تاني. حاجة تلفت، أي حاجة تلفت ما تنفعش تاني، باظت خلاص. فكأنه بيقول أنا ما ينفعش تاني. أنا خلاص وصلت المرحلة أنا ما ينفعش تاني، روحي تلفت
مش بس روحي تلفت، ده انا شايفها ضلمه. ايامي انطفأت، واحسن حاجه اموت، انما القبور لي انا خلاص، فموتي افضل. موتي افضل. ده حتى في عدد 17 في نفس الاصحاح، في عدد 14 صعب قوي. ايه ده؟ في عدد 14 في نفس الاصحاح يقول كده: قلت للقبر انت ابي وللدود انت امي واختي. يعني خلاص اختار له العيله بتاعته الراجل. وصل لمرحله خلاص انا ما انفعش تاني. وبرضه ده لسان الناس والمؤمنين. لو كنت هنفع كنت نفعت من زمان. كان زمان. انا خلاص تعبت. انا ما انفعش. انا وصلت لمرحله مش الفشل، ده انا وصلت لمرحله ان انا ما انفعش تاني خالص. لو كنت انا انا وصلت لمرحله فيها الياس والفشل، وانا ما انفعش ما انفعش ما انفعش، وافضل اقول لنفسي انا ما انفعش انا ما انفعش انا ما انفعش، انا خلاص خربت، انا ضعفت انا ضعفت، انا مش نافع، ما انا لا جايب ولا جايب، وحاسس نفسه انه 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 خلاص اتقفلت. مفيش رجع ومفيش امل. انا الموت احسن لي. ويصحى الصبح كده الواحد امتى لوت ويستريح ويفضل يقول عن نفسه كلام سلبي، خلاص فقد الحياة، فقد الحياة. شعور صعب قوي. لكن انا عايز اقول له حاجة، شعور صعب جدا. ايه ده؟ انا عايز اقول اللي وصل كده بجد يا سيس. اتفضل. انا عايز اقول اللي وصل كده: ابوك السماوي مخبي لك مجد غير عادي. مجد للرب، هاليلويا. ابوك السماوي انت شايف كده، هاليلويا، انت شايف ان روحك ضعفت وروحك تلفت. طب مين جه حد اتفرج علينا يا سيس دلوقتي فعلا محتاج كلمتين دول؟ بص الكاميرا بتاعتك. انا عايز اقول له خلي بالك. يا اخ يا اخت، يا اللي بتقول روحي تلفت ايام اتطفت انما القبور لي، اكرر تاني اقول: ابوك السماوي مخبي لك مجد ومخبي لك عز، والايام اللي جايه هتشهد عن امانه الله معاك. والايام اللي جايه انت نفسك، انت نفسك هتقول للرب كده زي ما قال ايوب: يا رب انا عايز اقول لك على حاجه، انا كنت بسمع عنك بسمع الاذن، اما الان فقد رأتك عيناي. في الأول ما كنتش شايفك، في الأول كنت بسمع اختبار الأخ فلان والأخت فلانة، لكن دلوقتي أنت اديتني أنا الاختبار. كنت بسمع عنك، لكن دلوقتي شفتك ورأتك عيناي. دلوقتي أنت أبويا وأنت عزي وأنت مجدي وأنت ترسي وأنت رافع راسي. أوعى تفكر يا أخويا إن في روح، ده روح إبليس، دي روح إبليس اللي بتقول لك انت فشلت وانت ضعفت وانت خلاص ما تنفعش تاني. انت نافع ومن مجد المجد، والايام الاخيره هتكون اعظم من الايام الاولى، ومجد يسوع عليك يرى، وهتتمتع وهيعوض الرب عن السنين اللي خدها منك العالم وراحت منك الايام اللي فاتت. صدقني يا اخويا انا متعزي قوي انا بكلمك، انا بقول النهارده يا اختي صدقيني في رجاء، في رجاء يسوع رجانا. يا اوعى تفكر انك وصلت لمرحله موت وما فيش امل فيها وحالتك بقت ضعيفه والايام اللي جايه سودة وضعفانه. الايام اللي جايه مجد يسوع عليك. أمين. والايام اللي جايه خير الهك عليك، والايام اللي جايه هتحكي كيف عظم الرب العمل معاك وركبك على مرتفعات. اقول لك على حاجه ثانيه: اللي راح هيعوضه. هاليلويا. اللي راح هيعوضه. يا رب يا رب. اللي راح من الصحة هيعوضها. ايوه يا رب. واللي راح من الجيب هيعوضه. واللي راح من الكرامة هيعوضها. هيرفع الراس يسوع. هاليلويا. صدقني هيرفع راسك. هاليلويا. ده أبوك مش غريب عليك. أيوه. ده أبوكي مش غريب عليكي. مجد. اسمه يسوع. اوعى تقول الكلام السلبي تاني. امين. اوعى تقول روحي تلفت. اوعى تقول ايام اتطفت. اوعى تقول انما القبور لي. قول الايام اللي جايه انا في يسوع من مجد المجد. مجدا للرب. من بركه البركه. مجدا. الايام اللي جايه ايام عز. هللويا. سامعني ولا هللويا. ايه؟ هللويا. الايام اللي جايه ايام عز وايام نعم. بركه في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح. نعم. ما تقولش احنا بننغم لا 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 لا. اللي قاله جناب القسيس ده كلام بروح
جميلة من الروح القدس. أنا بتكلم بروح ربنا ليك. أكيد أكيد أنت تلمس، عشان كده أرفع سماعة التليفون اتصل بينا وقول لنا إذا رب لمسك فعلا. معانا طيب تليفون. ألو ألو ألو. أيوة سمير. أيوة أهلا وسهلا بيك، اتفضل. رضاني معك يا سمير. أهلا بحضرتك، اتفضل. أخبارك أنت؟ أخبار كويسين كويسين، اتفضل اتفضل. سنة كويسة خالص، الله يخليك. أمين. أنا عندي شوية تعب وتعب نفسي ومحتاج صلاتكم وصلاتك بركة كده. أمين أمين. ما بعرفش أنام كويس وقالت في النوم وكده. طب أنا عايزك تسمعني بقى، ممكن تسمعني بقى؟ لا بكلمك بقى بجد. انت دلوقتي اتصلت اكتر من مره وقلت لنا ان عندك تعب نفسي، يعني مش عيب انك تكون تعبان اولا، ده مش عيب. لكن ايه رايك قبل ما تقفل، بعد اذنك قبل ما تقفل، ربنا يباركك ويبارك حياتك، القسيس عاطف هيصلي معاك. غمض عينك، القسيس عاطف هيصلي معاك. خلينا بقى اللغه اللي عندك دي يعني تبدل للغه تانيه باسم رب يسوع المسيح. يلا غمض عينك عشان الاسيس عاطف يصلي معاك. اتفضل يا اسيس. اتفضل. يا رب انا يسوع نشكرك من اجل محبتك الكبيره يا رب. يا رب يا نحن نثق انك موجود ونعلن عن مجدك وقوتك. نعلن انك طبيب شافي يا رب. تستطيع انك تشفي من كل الامراض الروحيه والجسديه. واديله نوم. ضع يدك الان على عبدك يا رب. اديله نوم الليل. واديله نوم هادي يا رب. وشفاء كامل. أنت أبونا ومصدر قوتنا وطبيبنا. أيوة يا رب. وأنت اللي قلت أما الرب شفيك. شيل انزعاج. ده كلامك يا رب. شيل كل روح انزعاج في عبدك. أيوة رب. وشيل كل روح صعبة في جواه، ألم جواه، وفك قيوده والمسه وأعلن مجدك فيه بقوة في حق دم يسوع المسيح. آمين. آمين آمين آمين. ألو. ناخد تليفون تاني. ألو. الأخ محروس من اسكندرية، اتفضل. ايوه حبيبي، اهلا وسهلا بيك. عايز اكلم الاسيس عاطف مهاد. اهو تحت. اهلا وسهلا. تحت امرك. اهو سامعك. سامعني؟ سامعك. اتفضل. مساء الخير. اللي بيصلي مساء النور. يصلي هو. طب بص اقول لحضرتك على حاجه، اسمعنا من التليفون بلاش التلفزيون، لان في بيبقى فرق توقيت، فمعلش ابعد عن التلفزيون بعد اذنك. اتفضل عشان وقت وقت الحلقه. اهو معاك شخصيا اهو. تحت امرك. اتفضل. هو بيصلي الواحد اسمه رضا. حضرتك اتفضل عشان وقت الحلقه، اتكلم قول اللي انت عايزه. ايه الرساله اللي عند حضرتك؟ اتفضل. عايز اقول له مساء الخير يا اسيس عاطف. مساء النور. انا الاخ محروس اسكندر من اسكندريه من كنيسه وادي المطرون بيت العنب. اهلا وسهلا بيك يا اخي محروس، انا عارفك. عارفني؟ طبعا. حضرتك بتتكلم عن الانزعاج. ايوه. انا بتكلم دلوقتي بقول لك ان انا منزعج جدا من حاله الكنيسه عندنا اللي اتقفلت وملهاش حل. طب اقول لك على حاجه معلش يا اخي محروس، بعد اذن حضرتك المواضيع دي خليها ما تكونش على الشاشه، حضرتك سيب رقمك في الكنترول روم وجناب الاسيس عاطف هيتواصل معاك، واحنا نصلي لاجل الكنيسه باسم الرب يسوع. الرب يحيي كل كنيسه تشعر انها محتاجه للروح القدس. امين. بنحبك يا اخي محروس، رب يباركك. الو. ناخد رقم تاني. الو. الاخت ميرفت، اهلا وسهلا بيكي. اهلا مساء الخير. اهلا بحضرتك، اتفضلي. اخبار حضرتك ايه؟ انا اشكر ربنا. اتفضلي. خير. عايزه اقول لحضرتك حلقه صراحه جميله ومميزه. ربنا يباركك. والاسيس عاطف ربي يباركه، والكلام حلو من الرب، حلو جدا لمسني. فعلا فعلا. انا بدعي رب يستمر بيكم ويعمل بيكم. مين؟ وبرنامج دوت من البرامج المميزه اللي بتقدم حاجات كويسه جدا، ربي يبارك. شكرا ليكي، شكرا ليكي. ربنا معاك. ومعاكي يا اختي ميرفت لاجل تشجيعك. ثانك يو، شكرا شكرا. طيب
قبل ما نيجي بقى احنا كنا بنتكلم على دلوقتي روح انزعاج. روح انزعاج واتكلمنا على ايوب. ايوب روح بيقول روح تلفت. روح روح تلفت. طيب ايه رايك لو نسمع ترنيمه من عبد الفادي تشجعنا كده شويه ونرجع عايزين نتكلم عن لما انا بتوصل الحته ان انا شاعر اني ماليش لازمه، انا ما انفعش تاني، انا خسرت وتعبت وضاعت الدنيا وجربت 100,000 محاوله وكده يعني. فنفسي قوي رب يعني لو تكلمنا شويه كيف استطيع ان اخرج من هذه الروح. هقول بس بعد قبلها في روح تانية عايز اقولها. لو مال تحت امرك. تحت امرك. يعني نسمع ترنيمه ونرجع شوف الروح القدس يقول لك ايه يعني. امين يا سيس. امين امين. هاليلويا. مني هيبني الخراب القديمة، فيا هيعمل أعمال عظيمة. مني هيبني الخراب القديمة، فيا هيعمل أعمال عظيمة ويعود المجد لي، كل المجد لي. زي ستير هيقيم أبطال، تغلب همان تحيي الأمال، تغلب همان تحيي الأمال. زي نحامية هيقيم رجال، تبني السور وتصنع المحال، تبني السور وتصنع المحال. مني هيبني الخراب القديمة، فيا هيعمل أعمال عظيمة. مني هيبني الخراب القديمة، فيا هيعمل أعمال عظيمة ويعود المجد لي، كل المجد لي. زي داود هيقيم شبان، تهزم جليات هذا الزمان، تهزم جليات هذا الزمان. زي رعوس هيقيم شابات، مفروزة لي وطاهرة عفيفات، مفروزة لي طاهرة عفيفات. مني هيبني الخراب القديمة، فيا هيعمل أعمال عظيمة. مني هيبني الخراب القديمة، فيا هيعمل أعمال عظيمة ويعود المجد لي، كل المجد لي. زي ما كان يوم الخمسين، بنفسي واحدة متجمعين، بنفسي واحدة متجمعين. اسكب روحك متحدين، يلا يا إخوة قولوا أمين، أمين أمين. مني هيبني الخراب القديمة، فيا هيعمل أعمال عظيمة. مني هيبني الخراب القديمة، فيا هيعمل أعمال عظيمة ويعود المجد لي، كل المجد لي، ويعود المجد لي، كل المجد لي. مجد للرب. بيا هيبني الخرب القديمة، يعني هي يعني عارف ازاي؟ صدقني هيستعملك الرب انك انت تبني اللي اتهدم. نعم. هاليلويا. منك تبنى الخرب القديم. الخرب القديم. الو ناخد تليفون. الو الو الاخت ام. ايوه الاخت سمير اتفضلي. مساء الخير يا
ترانيم محدش بيسمع. لا ما دايما بتسمعونا من التلفزيون، عشان كده بنقول في مسافه، فتبعدي حضرتك عن التلفزيون هتسمعينا. اتفضلي. يعني دايما ده اللي بيحصل حقيقي، تليفون بس. اتفضلي اتفضلي. انا عايزه اطلب الصلاه. ايوه مصممين. ايوه عايزه اطلب الصلاه. ايوه اتفضلي. ربنا يتمجد في اسمه ويفرحني بيه ويكفيني، انا رجلي وجعاني، ربنا يكفيني والرب يسكن في بيتنا. امين يا اخت مصممين. حاضر. ابونا هيصلي في الاخر لكل طلبات الصلاه، فربنا يلمسك ويشفيك باسم رب يسوع. شكرا ليك، خليك معانا لاخر حلقه. ناخد الاخت جنات، تفضلي. مساء الخير يا ابونا. مساء الخير اخت جنات، تفضلي. انا عندي مشكله تاخر انجاب، انا متجوزه بقالي 3 سنين وعندي مشكله تاخر انجاب. المشكله عندي انا وجوزي. ايوه 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 ايوه. ورحنا لدكاتره كتير وقالوا صعب يحصل حمل طبيعي، وحتى لو عملت عمليه حقن مجهري النسبه برضه مش مضمونه. انا من ساعه ما سمعت كلام الدكاتره ده انا عزلت عن العالم خالص وقعدت لوحدي وكره حياتي كلها. هو انا بقيت زي حنا دلوقتي مرة النفس. انا مستنيه ربنا يقول كلمته. شوف يا اخت جنات، مشكلتك فعلا مش عايزين نقلل منها، لكن هي صعبه، لكن لينا اله اعظم. مش عايزك بس يعني عايزك تشجعي. خلينا بس نصلي معاكي كده، ممكن ما تقفليش حضرتك، ما تقفليش، غمضي عينك وابونا هيصلي معاكي وانا هصلي معاكي، وتاكدي يا اخت جنات ان ربنا هيتمجد. سيبي نبرتك في الكنترول روم، في فريق متابعه يتواصلوا معاكي يشجعوك يصلوا معاكي اكتر كمان. امين. ونسمع اخبار، اخبار طيبه. الهنا اله عظيم، الهنا اله عظيم يا جنات، ما تخافيش. انا مستنيه يعمل معايا معجزه. ايوه 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 يا رب. سامحها يا ابونا مش كده؟ طيب طب غمض عينيك يا اخت جنات كده معانا، ما تقفليش، غمض عينك، ابونا هيصلي معاك. اتفضل يا ابونا، اتفضل اتفضل. يا رب نشكرك لانك اله المستحيلات. يا رب. عند ساره وصلت وقلت لها يا رب على الرب شيء ابويا، كان ردها ابعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ. ايوه يا بابا رب، دي الطب قال كلمته ودي قالت بعد فنائي، لكن انت ليك كلمة تانية. انت كلمتك من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر. امر ببركة لأمتك وانجاب يا رب. ايوه رب. واعطيها ان تتمتع بنسل. انت تقدر تصنع المستحيلات وتقدر تعمل معاها اعظم واكثر جدا مما تطلب او تفتكر. بركة ليها يا رب. ارفع نفسيتها وتداخل في امرها. أيوة. وتحكي عن صنيعك معها في اسم الغالي يسوع. آمين. آمين آمين آمين. إن شاء الله في حد يتصل معاك، يتواصل معاكي ويصلي معاكي تاني، وتأكدي إن رب إلهنا إله عظيم، إلهنا عظيم. أيوة أخ جرجس اتفضل. أبونا. أيوة أخ جرجس اتفضل. ألو. ألو يا أخ جرجس. أيوة أبونا. اتفضل، إحنا سامعينك. انا عاوز اكلم القس عاطف لو سمحت. اهو القسيس عاطف سامعك. اتفضل يا اخو جرجس. ايوه ابونا. اتفضل يا اخي جرجس. ايوه ابونا. اتفضل. القس عاطف معاك؟ ايوه معاك. ايوه ابونا هجينا جرجس ابن عمك من الاقصر. اهلا وسهلا، ازيك؟ ابن عم القس عاطف من الاقصر. اتفضل انا معاك. معاك والله، انا من شهر عائل المدارس وقفت بقى لها بتاع 5 شهور. النفسيه تعبانه معايا وعنده ظروف يا رب، انا بنام في جلدك وتوتر عصبي ونفسي على طول. عاوز القسط عاطف يصلي لي كده وربنا يتدخل كده ويتمجد معانا في الظروف اللي احنا فيها. امين يا اخي جرجس. امين. توتر عصبي ونفسي، معرفش الظروف او الظروف يعني. الظروف انا معرفش هو ولا بيقول لحد ثاني. لا هو هو انت حضرتك شخصين. ما دام توفت معايا وليها 5 شهور في راتب ونفسيتي. ما دام توفت. طيب هو واضح ان عاطف يعني يعرف حضرتك، فان شاء الله خليك كده معانا اخر حلقه. وابونا هي كم طلبه صلاه كده
ونصلي. امين 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 امين. طب ناخد تليفون تاني وبعد كده نكمل الحديث. أمين. ماشي بس نختصر في التليفونات معلش. اتفضل يعني نخش في الموضوع على طول. الاخ سعد المسمع ليا. اتفضل اخ سعد. اتفضل. مساء الخير حضرتك. ازاي حضرتك؟ اتفضل. تحياتي رغم الله العظيم اللي بيدير الحوار واللي بيجاوب على الاجوبه لكل شخص عندي سؤال. انا من ضمن الناس اللي بصلي واللي اتكلمت قبل ان شاء الله ربنا يحييها لو عايز. امين امين امين. وعايز اقول لحضرتك على منطقتين. واحده ذكرت طب بالصلاه علشان جوزها يعني 1 2 3 4. انا بنبه القنوات الفضائيه ان الواحد دي تسكن جوزها او تقول يعمل ويسوي بيسوي الطرف الثاني مش موجود. الطرف الثاني مش موجود. هي الطرف الاولاني على الشاشه بيتكلم عن جوزها واسمه الراجل ده رجل معي ما فين حق الراجل عشان هي بتتكلم في الشاشه وطالبه طلب الصلاه. لا حاجات تسمينا من القنوات الفضائيه ان واحد تسكن من جوزها او في معامله يقول اسم جوزها يتسوه ده مش كويس. لازم معايا حضرتك فيه. هو بص يا اخ سعد انت عارف حضرتك سياستنا البرنامج جه وقتك. انا مش فاهم حضرتك بالظبط ايه اللي بتحكي عنه وقال برنامج انا مش عندنا احنا. بس ربنا يبارك حضرتك خش لي في الموضوع. انت هل تحتاج الى الروح القدس ان يملاك تشجيع النهارده؟ عايز تشجع اخ سعد؟ نعم. اتفضل اتفضل. رجاله سريعه يعني. اتفضل. هو الراجل زي الانثى مخلوق ربنا خلق الراجل ذكر او انثى اللي يساوى الاثنين مع بعض. لما حد يطلب طلب الصلاه عندها بنات وعايزه اتعاملت معاها معجزه جالت ولد. هل الولد ده شيء كويس في البيت دي مش كويسه عشان كده اتعاملت معايا معجزه انا عندي 3 بنات وجبت ولد. يبقى ده تحقير من شان الانثى او تحقير من شان المراه. ان الاثنين سواء من بعض سواء ادم وحواء من بعض معنى انها جابت الولد بقت معجزه عشان هي مخلفه بنات الست بتصلي يعني الولد زي البنت يعني. يا اخ سعد ربنا يبارك حضرتك شكرا ليك. لاجل الرساله وصلت طبعا. ما اعرفش هو انا ما قدرتش اسمع صوتك كويس بصراحه لكن اللي اعرف اقوله اني يعني ان هو عنده مشكله. في اله مستحيلات. في اله مستحيلات. في اله يستطيع كل شيء. يا اخ سعد اطمن خالص الهنا اله عظيم وهيتمجد. ايوه يا ابونا اتفضل. يعني روح الانزعاج دي بتسيطر على ناس. وصلنا لروح تانية اسم واحد قال عن نفسه انا ما ينفعش تاني. ايوب انا ما ينفعش تاني. لكن في روح صعبه جدا اتكلم عنها الكتاب اسمها روح الفشل. ودي مهمه في حياتنا. ده كتير من الناس تتكلم ويقول لك انا فشلت. أي. انا خلاص وصلت لمرحله ان انا ما اقدرش اكمل تاني انا فشلت. ده روح فشل. زي ايليا ما كان على جبل الكرمل وكانت يد الله بطريقه غير عاديه معاه وعمال يقول له مصرخ وعلي صوتكم وقولوا فين الهكم ويقول فين الهكم ورب اداله انتصار غير عادي في جبل الكرمل. وانا متهيألي نازل يعني بقوه روحيه غير عاديه. كيف عظم الرب معايا العمل هم كديه وانا نفر. كيف عمل معايا الرب المعجزه الكبيره دي العظيمه دي. بقدم لك شكر يا رب. انت رائع يا رب. انت حاجه كبيره قوي يا رب. انا فرحان بيك قوي. ده انا من يوم ما عرفتك وطالع وماشي هيمان. خبر جاله ثقتي في ربنا راحت فين. واحد جاله قال له خلي بالك ايه اللي عملته ده بكره هيتعمل فيك نفس اللي عملته. بكره هتموت. بكره هتضيع. فين هللويا بتاعتك يا عم ايليا؟ فين خلاص انسلب ايليا. وصل لمرحله الفشل. وصل لمرحله الفشل.
فين التعزيات بتاعتك؟ مفيش. خطبة راح عند رتمة وراح نام، راح تحت شجرة يعني، تحت شجرة وراح نام وطلب الموت لنفسه. إيليا، إيليا اللي من شوية كان كان قوي جدا ومجد وعز واختبار الجبل الكرمل ده، اتغيرت وكان دايما يقول حي هو الرب الذي واقف، انا واقف امامه وتحدى يعني كتير يعني. ممكن مؤمن يمر بمرحله فشل رغم قوه سابقه؟ شوف اللي هي كان فين يعني. ممكن ممكن ما احنا احنا لا تشمتي بي عدوتي ان سقطت اقوم، لكن في مؤمن يعني الضربه كانت قاسيه عليه، هو حس ان فين انا، فين ده، انا وحدي دلوقتي، واحساسه بوحدته. لكن ربع يعني وعندي رتمه وراح نام وطلب الموت لنفسه. خلاص واحد وصل لمرحله الفشل، خدني يا رب، ما فيش غير كده. لا لما تاخدني انت احسن ما هم يجوا يؤذوني. ايوه ايوه ايوه، خدني يا رب. كل تعبيراته خلاص سلبيه، فقد كل حاجه، قاعد مستني الموت، قاعد مستني الموت. غريبه لما اسيس، معاش مش بقطعك كتير صدقني، لكن اتفضل. غريبه لما يكون مؤمن يمر بفشل، يعني لما بمر انا كمؤمن بحاله فشل زي كده، انا بقول اني انا مش مؤمن حقيقي، لو مؤمن حقيقي مش هيخليني اخسر، مش هيخليني يخليني لدرجه الفشل. انا بقول ان انا ما بيحبنيش، انا بقول ان هو بعيد عني، انا بقول هو مش عايزني، وبفضل اشوف نفسي بصوره وحشه قوي لان انا وصلت للفشل. فما اعرفش يعني ببني الفشل، بقول الفشل ده نتيجه ان انا وحش. طب ده ما كانش وحش، ده كان في قمه. او ما انا عايز اقول يعني، لكن هل ده ممكن، هل ده حقيقي ان هو وحش؟ ممكن يعني الفشل ممكن يجي نتيجة ان انا وحش؟ فهمت حضرتك سؤالي يعني؟ ابليس ها كل همه انه يوقعك. ما احنا في حرب بيننا وبين ابليس في الوقت، يعني حرب لرب، حرب مع عماليق من دور لفدور. انا بتحارب كانسان في الجسد، يعني ممكن تكون حرب، حرب لكن ما هياش نتيجة ان انا فعلا وحش. لا على فكرة يعني انا لو انا ده ايمان الشخصي، أي لو انا وحش وربنا حب يعني يضربني عشان انا وحش، مفيش حد فينا هيقوم، فينا ضعفات كلنا. تمام. لكن نعمة ربنا بترفعنا، والدليل والدليل ان واحد طلب الموت لنفسه جاله ربنا نفسه. إيزابل قالت له بكرة هتموت، ورب جاله خد يا إيليا كعكة وكوز ماء قوم اشرب، ومشى بتلك الأكلة. حاجة غريبة بصراحة، تلك 40 يوم. طب اسمع يا عم إيليا، إيزابل قالت لك بكرة، عدى 39 يوم وما حصلش. عايز أقول لك إن إبليس كذاب. ما صدقش إبليس لما يهمس في ودنك مرضك مالوش شفاء. ما تصدقش ابليس، ممكن يكون مالوش شفاء في الطب، لكن ليه شفاء بلمسه يسوع. امين. ما تصدقش ابليس وتوصل لمرحله الفشل وتقول انا خلاص وصلت للمرحله دي. لا، في سنده الهيه جايالك، في اله بايد حنونه بيقول لك قوم لان المسافه طويله عليك. ابليس قال لك اللي انت فيه مش هتقوم منه، لا ده انت هتقوم وهرفعك وهتكون قوه. الشيء الغريب ان ابليس قال له هتموت. بصراحه لغايه دلوقتي ما ماتش، لغايه دلوقتي عايش. ايوه فعلا، لغايه دلوقتي ما انتهاش. لحتى هو يعني صعد في مركبه. فينك فين كلام ابليس؟ كذاب، ما تصدقوش. يقول لك كلام ويهدك وتفشل، قول لنفسك انا مش للفشل، مجدا انا من مجد المجد.
هللويا. قولي نفسك الغد عظيم لان الهي عظيم. اوعى ابليس يلعب في ودانك وياخدك ويسرح بيك ويمرضك ويتعبك وينيمك ويقول لك انت خلاص، ما لو قمت كنت قمت، ويوصلك لمرحله فشل جامده جدا. ايوه اعرف ان في قوه هتلمسك. امين. وروح الله هيرفعك. هللويا. وهتنجح في اللي انت فشلت فيه. وهتنجح في الوقت اللي فيه ابليس حاربك. قول الهي حي. وتعرف ان في نجاه وخلاص ورفعه وقوة يسوع حتقابلك. نجدنا الرب. نخطب كام تليفون كده. أمين. لاني برضو عندي سؤال، بس بعد ما ناخد شوية التليفونات دي سؤال لحضرتك، يعني نفسي اسمع اختبار شخصي القسيس عاطف مر بمرحلة فشل في حياته وأمنها ازاي، اذا موجودة، اذا مش موجودة ما فيش اي مشكلة. أمين. أمين. طيب قالوا ناخد لك جورج، تفضل. مساء الخير يا ابونا. مساء النور يا اخي جورج، اتفضل. تحياتي للاسيس عاطف. ربي يباركك يا اخويا. انا ليا طلب اتصال بس. اتفضل يا اخي جورج، اتفضل. ان منطقه امبابه تكون للمسيح. امبابه كلها يعني ولا البصراوي مثلا؟ امبابه كلها. كلها. امين. كل امبابه دي يعني. امين. ربنا يوسع تخومك كده. الهنا لا عظيم. امين. امين. شكرا. العفو. العفو. الاخت اميره اتفضلي. مساء الخير يا استاذ امير. مساء النور. انا اتصلت بحضرتك الخميس اللي فات وطلبت كلمه. اطلعي في حته فيها شبكه يا اخت اميره، معلش حته فيها شبكه عشان عشان اسمع حضرتك. اتصلت بحضرتك الخميس اللي قبل اللي فات. ايوه. طلبت طلب الصلاه من اجل نادي السعيد. وهو عمل العملية. أنا عايزة أشهد عن مجد ربنا اللي حصل وتتنادى علينا. هو عمل أمين. العملية. أيوه. وبقى كويس. أها. وبقى غير الطبيعي، بقى أحسن من الأول بكتير، وربنا كان موجود في العملية وإيده كانت ممدودة. هللويا، مجدا للرب. فأنا لازم أشهد إن الرب عمل عجايب في العملية. أمين. الرب كانت إيده واضحة وظاهرة. امين اخت اميره. عن عمل ربنا. ربنا يبارك حضرتك، ودي شهاده جميله. والله يكمل ويتمم الامور كلها، ونشوف ايد ربنا دايما. مجدا للرب، مجدا للرب. هو الرب، هو الرب. الو الاخ عادل، اتفضل. مساء الخير. ايوه اخ عادل، اتفضل. ازيك يا ابونا؟ ازي حضرتك؟ نشكر رب. اتفضل. لسه دخلت، انا عاوز اشارك بس على المشاركه حلوه كده. عمال اجي سمير وابو القصاص. اهو انت على الهوا، انت على الهوا، اتفضل. على الهوا كده؟ على الهوا كده. انا نفسي اشارك معاك، هو البرنامج شيق وحلو. ربنا يبارك حضرتك. منه 100 100 يعني. امين. وحتى اسم البرنامج حلو، جه وقتك. امين يا رب. فانا عايز اشارك ان الرب لم يعطينا روح الفشل. ايوه فعلا فعلا. الله لم يعطينا روح الفشل، بل روح النصر والارشاد. ايوه. وعايز اقول لكل انسان مؤمن تقي ماشي بخوف الله، لازم هتيجي عليه ازمات. وفي الازمه هنشوف ايه الرب. بولس كان ماشي في السفينه وقعد 14 يوم بعد ما اتكسر دوق، طلع وابتدت الرياح والدنيا، ولما طلع يدس اخواته يقول الكتاب ان نشبت ايده حيه. والناس اللي هم بتوع الجزيره قالوا اكيد الراجل ده ظالم، عشان كده العسل ما خلاش شيء يفلس. لكن في عز التجربه في عز الازمه ان الرب مد ايده كده وراح نفض ايده كده، بولس نفض الحيه. فانا عايز اقول لكل انسان مؤمن نفض في ايده كده، في ايده في مشكله في ازمه في وجع ينقذ. والرب كده بعد ما كان في ازمه وقال ان ده انسان قاتل، الرب حول الازمه لاختبار. وتعظم بولس في الوقت ده. امين. انا عايز اقول الازمه عدت وانا موجود، وكل ازمه عند اختبار.
لو في أدون أو في أسود الرب صالح أحلى شعار. نعم مجدا للرب. شكرا ليك أخ عادل على فعل مشاركة جميلة جدا وعجبني، وبيقول الأزمة عدت عدت وأنا موجود. نعم. هالو تليفون من أسيوط. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا بورس؟ ازي حضرتك؟ اتفضل. لو سمحت أنا عندي فنس القدام وتليف كبدي. تليف في الكبد. وظالب من حضراتكم ظلم الصالح. حاضر حاضر ابونا هيصل. اسم حضرتك ايه؟ نشأت رشاد. الاخ رشاد. رشاد لو سمحت ما استنى معانا، استنى معانا. ايه اللي عندك يا اخ رشاد؟ ايه اللي عندك؟ ايه اللي عندك؟ كانسر في الدم. كانسر في الدم وتليف في الكبد. وتليف. الف سلام عليك، الف سلام عليك. طيب معلش وانت مغمض عينك. لا القسيس عاطف يصلي معاك. انا ليا طلبه مع حضرتك، بس حط ايدك على راسك، حط ايدك على راسك كده كده. ها حط ايدك على راسك كده وابونا يصلي معاك دلوقتي. امين. وغمض عينك اذا كان في حد معاك في الاوضه اللي انتوا فيها، خليهم كلهم يغمضوا عينيهم معاك، كلهم يغمضوا عينيهم باسم الرب يسوع المسيح. اتفضل يا ابونا اتفضل. يا رب مهما كان المرض أيوة يا رب. واساميه اللي بترعب واساميه اللي بتخوف ايوه يا رب، لكن مش مستحيل عندك. ايوه يا رب. ده انت مش بتشفي بس، ده انت بتقوم موتى وبتعمل المستحيلات. اخويا رشاد يا رب انت اله عظيم يا طلبك. سيد انت اله عظيم. طلبك اسرع لمعونته واسرع لشفائه، ومد يد الشفاء والقوه لجسده. أعطوا له أن يتمتع بشفائك يا رب. يا رب. ولمستك الحنونة تخرج قوة منك الآن يا رب. توصل لأخوي رشاد وتنتهر منه كل أمر، كل مرض. أنت إله مستحيلات، إله المعجزات. قل كلمة فيبرع عبدك يا رب من فضلك في اسم يسوع. في اسم يسوع. أمين. آمين. آمين أخ رشاد. ربنا يتمجد ويتمم شفاك كده، ونسمع أخبار طيبة باسم الرب يسوع. الأخ بركة من أمريكا، أهلا وسهلا بيك. أيوة أخ بركة. أم مينا. أيوة الأخ بركة من أمريكا، أرجع واتصل بينا مرة تانية معلش الخطوط يعني، فناخد ام مينا لو طيب. بص يا ابونا يعني خلينا نقول واقع، يعني حاجه ايه واقع. القسيس عاطف فؤاد، مفيش مره مريت انت بحاله فشل او تشعر بالفشل؟ بلاش نقول فشل، لا شعرت بيه مثلا، او ابليس حاربك بيه، حاجه زي كده تقول لي بس ايه اللي حصل، مش لازم بالتفصيل، وطلعت منه ازاي؟ هو انا يعني مش فاكر امر معين، لكن في حاجه انا وصلت ليها لمرحله الفشل وحسيت ان انا انتهيت في الامر ده يعني. هاي. خلاص ابليس قدر يحاول معايا ووصلني لمرحله الفشل، لدرجه ان كتير من المرات دموعي كانت بتسيل، لكن الحقيقه الرب كان بيلحقني باستمرار. يعني انا في فتره زاد فيها الفشل الرب اداني فيها ترنيمتين. يعني كتبتهم؟ كتبت ترنيمتين وانا في مرحله الفشل والضعف وال يعني في ترنيمه مشهوره قوي، انا جيت سلمتك قلبي وانت غفرت لذنبي معاك هموم بالذول، دي انت اللي كتبتها في لحظات صعبه جدا ولحظات لكن يمكن كنت بقوم، وعطانا الرب انتصار اكتر ما انا كنت اتوقع. انا مش هقدر اقول اكتر من كده يعني. مجد للرب. لا كده عطانا الرب انتصار اكتر ما كنت اتوقع. يعني عوض الرب الايام اللي كلها مني الجراد وكلها مني العالم. امين. وحاربني بيها كتير، وخلاني بدل ما افكر في المجد والخدمه بقيت في حاجه تانية بتحاربني، لكن في وقته جه. أيوة. في المساء يبيت البكاء
وفي الصباح ترنم. هاليلويا. في آية قالها في آية في أيوب: إن قلت إنك لست تراه فالدعوة قدامه فاصبر له. هاليلويا. استنى له لأن الدعوة قدامه. نسمع ترنيمة كده ونرجع ناخد لك اخبارك بس من أمريكا، لأنه ألو ألو مين؟ الأخت بركة. مساء الخير يا أخت. أيوه يا أخت بركة اتفضلي، أهلا وسهلا بيكي. ازي حضرتك؟ كنت زي في ساعات وفي ربي يبارك. ازيك؟ وانت كمان كمان اتفضلي اتفضلي يا اخت بركة. ابونا ليا طلب الصلاه. اي انا جوزي مريض بقالي 6 سنين والرب وعدني بالشفاء، وانا بصدق في الرب ان هو اله عظيم مفيش عنده مستحيل. اي احيانا يعني الشيطان بيشككني في وعود ربنا وكده، بس انا واثقه وعندي ايمان وعندي ثقه في الاله الحي اللي وعد، هو امين وصادق في كل عوده. نعم امين 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 اختبارك. امين يا اختبارك. يعني كلنا بنتعرض ان ابليس بيشككنا في مواعيده، كلنا بنتعرض. اه ناخد ابن الرب. الو الو. ايوه ابن الرب اتفضل. مساء الخير يا حضرتك. مساء النور. رب يبارككم على الحلقه الجميله. ربنا يبارك حضرتك. عايزين طلب الصلاه لاجل واحد صاحبي في الشغل مظلوم قضيه تزوير وصل امانه على بياض. وصاحب الشغل شرير جدا وراق عليه وصل امانه وهو واخد حكم 30 سجن. والمفروض ان الحكم اتعمل استئناف والحكم الثاني هيبقى يوم 29/10. وهو مؤمن ومختبر وهو مظلوم. فيا ريت تصلي له حضرتك ان ربنا يتنجد ويطلع براء. مؤمن ومختبر ومظلوم. مؤمن ومختبر. وفي على فكره بيتفرجوا علينا كتير مؤمنين ومختبرين ومظلومين. ما تفتكرش يعني حضرتك هو بس صاحبك يعني. في غيره كتير. هو بيشوف الحاسس ظلم وصاحب الشغل جاب شهود زور ضده. وجاب ناس وحلف واقسم زور كده. لكن هو فين هو فين دلوقتي؟ هو مش في الحبس دلوقتي. في القاهرة. نعم. هو مش في الحبس يعني. طيب أمين هنصلي لأجله، هنصلي لأجله باسم الرب يسوع. هنصلي لأجله باسم الرب يسوع. وربنا سمعنا أخبار طيبة. سيب رقم حضرتك في الكنترول روم ونقدر نتواصل معاك. الأخ هاني اتفضل. أيوه أخ هاني اتفضل. الو مساء الخير. مساء النور. ازيك يا حضرتك؟ ايوه حضرتك سمير. ازي حضرتك؟ نشكر ربنا اتفضل. ربنا يخليك. انا بسلم على القسيس عاطف. سامعك. الو اتفضل. ازيك؟ ازيك يا حضرتك؟ انا بسلم على القسيس عاطف فؤاد. ده من الناس يعني الغاليين على قلبنا. ايوه ربنا يخليك ويخليك كنا في صلاته. امين يا اخويا. امين. ربنا يخليك. هتلاقي السيس هاني معاك. ايوه السيس هاني ربنا يباركك يا اخويا. هاني لامع معاك يا هتلاقي السيس. ايوه امين. ايوه ربي يباركك يا هاني. ربنا يخليك انت منور الدنيا كلها. ربنا يباركك يا هاني. تعيش يا ابونا. ربنا يخليك. ربي يبارك حضرتك يا اخويا. شكرا. طيب بص يا ابونا خلينا نقول كده في دقيقه، احنا باقي لنا 7 دقائق، فهنقول كده في ايه الرساله اللي جوه قلبك عايز توصلها للمشاهد اللي عنده الارواح الاخرى دي، اللي يعني ايه؟ لا عنده روح الانزعاج وروح الفشل روح التلف، ايه الرساله تحب توصلها له حضرتك؟ أنا في دقيقه كده عايز اقول له اللي وصل لروح الفشل. الروح دي مش روح ربنا، لان الله لم يعطنا روح الفشل. دي ما عطاهالناش، فابليس بيحط جواك الروح دي. دي نقطة مهمة أوي، وما دام هو مش روح ربنا روح إبليس يبقى إبليس كذاب. أنا معجب أوي بحتة إبليس كذاب دي. لأنه ده كذاب بيكذب عليك. فعلا. لكن ما تقولش إن أنا فشلت. لكن اتحرك وكون إيجابي. ممكن الأمر اللي أنت ما قدرتش تعمله مش في خطة ربنا. ربنا بيجهز لك خطة تانية. التلاميذ مره قالوا تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيء، لكن لما جه المعلم عوض كل حاجه.
فما تقولش انا مش قادر اصيد، فكر وكون ايجابي مع نفسك. انا هحكي جزئيه عن توماس ادسون، الراجل بتاع المصباح ده اللي عمل لنا النور ده. جرب 10,000 مرة وما نفعتش. هاي. فكان رده أنا بشكر ربنا لأن جربت 10,000 مرة لا تنفع لإضاءة الأنوار. هاي. قالها بالعكس. أنا عندي اكتشفت 10,000 مرة حاجة مش هتنفع تنور بيها. يبقى تقدر حاجة تانية بقى. فثق في ربنا. ربنا ما اعطاكش روح الفشل، اتحرك، كن ايجابي مع نفسك، اقعد مع ربنا وقول له يا رب انا اتحرك ازاي، خد الارشاد من ربنا وهو اللي هيديك البركه والارشاد. امين امين. روح الفشل دي مش بتاعت ربنا. ماجد الله رب. قسيس عاطف بشكرك جدا لاجل بجد يعني الوقت الجميل. كنا حابب يكون يعني هي التليفونات كانت كتيره شويه، ربنا يباركك، بس احنا تشجعنا قوي. انا تشجعت جدا 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 بجد بكلامك، بالذات وانت بتتكلم عن ايوب، يعني لما قال القبر صاحبي والدود والدنيا دي في وسط دي الحاله، لكن كنت اسمع عنك سماع الاذن، لكن الان رأتك. انا تشجعت، وانا شخصيا دي رساله اللي خدتها النهارده، الان رأتك عيناي. نعم. بشكرك جدا يا سعاده، وربنا يباركك ويبارك خدمه حضرتك. أشكرك. وبشكرك يا اخي عفادي كتير جدا. شكرا. وبشكركم احبائي المشاهدين يعني لوجودكم معانا الحلقه الخميس الجاي. يعني حقيقي اول مره يحصل فيها حاجات كده، لاول مره برضو في برنامج جه وقتك. انتظرونا الخميس اللي جاي. انا عايز اقول كمان احنا نشكر قناه الكارما والقائمين على قناة الكارما، وكمان الفريق اللي موجود هناك أنا بصلي لأجلهم كلهم، ربنا يبارككم. وصامويل كمان بصلي لأجله أينما يوجد ببركة غير عادية. أحبائي أرجوكم لو سمحت عندكم أي سؤال أي استفسار، كل معلوماتنا على الشاشة وأرقام تلفوناتنا على الشاشة، لا تتردد أنك تتواصل معنا. إلى أن ألقاكم الأسبوع القادم أترككم في رعاية الله وتصبحوا على خير. الناس شايفاها غيمة وأنا شايفها مطر، الناس شايفاها غيمة وأنا شايفها مطر، أعودهم عالصفصاف وأنا رني مع الوتر، أنا رني مع الوتر، أنا رني مع الوتر، وانا شايفها مطر. الناس شايفها غيمة وانا شايفها مطر، اعودهم عالصفصاف وانا رني مع الوتر، الناس شايفها غيمة وانا شايفها مطر، اعودهم عالصفصاف وانا رنم عالوتر، انا ارنم عالوتر. قالوا تعبنا الليل كله طلعت فاضية الشبكة، لكن على وعدك واصل رح تغمرنا البركة، قالوا تعبنا الليل كله طلعت فاضية الشبكة، لكن على وعدك واصل رح تغمرنا البركة. الناس
شايفها غيمة وانا شايفها مطر عودهم عالصيف صاف وانا رنم عالوتر الناس شايفها غيمة وانا شايفها مطر عودهم عالصيف صاف وانا رنم عالوتر انا ارنم عالوتر دي سحابة وعمود نار عناية إلهية شايف في ضل الأنهار في جفاف البرية دي سحابة وعمود نار عناية إلهية شايف في ضل الأنهار في جفاف البرية الناس شايفاها غيمة وانا شايفها مطر عودهم عالصيف صاف وانا رنم عالوتر الناس